السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أميرة. اليوم إن شاء الله غدا نحضروا حلوة العيد صابلي بطريقة جديدة وسهلة في التحضير، ومكوناتها اللي هي اقتصادية موجودة في كل بيت. كنتمنى تجربوها فعلا، هذه الوصفة سهلة ورائعة صابلي بطريقة اللي هي مميزة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، فعلا تستحقوا التجربة. ما تنسوا تشاركوا في القناة، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وحبابكم. على بركة الله غادي ندوزو المقادير. كنحتاجو جوج بيضات، عندنا حامضة محكوكة، غادي نزيدو قبصة ديال الملح، وغادا نخلطو الكل مزيان. غادا نزيدو معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة، وغادا نزيدو 150 غرام ديال السكر بودرة أي سكر غلاصي، وغادا نخلطو الكل مزيان حتى كيندمجو لينا المكونات مع بعضياتهم. غدا نزيدو 120 غرام ديال الزبده تكون درجه حراره المطبخ، وغدا نبداو نخلطو الكل حتى كيندمجو لينا المكونات وكنحصلو على خليط كريمي. بعد ما خلطنا الكل غدا نزيدو الدقيق الابيض. الدقيق الابيض يكون نوع جيد ويكون مغربل، يكون خاص ديال الحلويات. غدا كنبقاو نزيدو بشويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه، العجين او الخليط ديالنا كيكون رطب، مجموع ورطب. دابا غدا نبقاو كنزيدو بشويه بشويه حتى كنحصلو على عجينه او خليط لين. هذا هو القوام اللي حصلنا عليه، كما كتشاهدوا كتكون مجموعه وفي نفس الوقت كتكون لينه. دابا غادي ندوزو باش نطلقوها. كناخذوا الدقيق الابيض وكنرشوه فوق طاوله العمل، وكنوضعوا العجينه ديالنا وكنرشوها وكنطلقوها، ما تطلقوهاش رقيقه صافي. كناخذوا قطاع دائري كنغمسوه في الدقيق الابيض وكنبداو كنطبعوا العجين ديالنا. بعد ما طبعنا العجين ديالنا كنزولو العجين الزائدة بسكين، وكنوضعو الدوائر في لاطا أو صفيحة ديال الفرن تكون مدهونة بالزيت نباتية. بعد ما استفناهم في صفيحة ديال الفرن
تكون مدهونة بقليل من الزيت. غادي نزينوهم بالشوكولات، الشوكولات كنزينو غير القليل فقط من الشوكولات، كنوضعوه في الوسط، وغادي نزيدوهم نزينوهم بالمربى، لكم الاختيار في التزيين اللي بغيتو. دابا غادي نبقى مستمرة حتى كنكمل، تبداو نعمروهم غير كنوضعو غير القليل فقط، ما تعمروش بزاف باش ما يضيعوش لينا ملي كندخلوهم الفران في الجناب. بعد ما كملنا في التعمار ديال الحلوه ديالنا، كناخذوا الجوانب وكنبداو كنلاصقوهم بهذه الطريقه، كنجمعوهم غير بشويه حيت هاد الحلوه او العجينه كتكون رطبه بزاف. كنبداو كنجمعوهم، كنجمعوا الاطراف وكنبداو نسدوا الاطراف ديال الاصابع كما كتشاهدوا بهذه الطريقه، وغادي نبقاو مستمرين حتى كنكملوا بطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله. ملي كنكملوا كندخلوا من الفران، الفران يكون مسخن من قبل 180 درجه. ملي كندخلوا من الفران كننقصوا عليهم، كنرجعوهم 170 درجه، ونتلاقاو نوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، صابلي رائع صراحه يستحق التجربه. كنتمنى تجربوه بطريقه اللي هي جد بسيطه وسهله. ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي باقي ما مشارك يشارك، ودعمونا باللايك وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. مع السلامه، فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله.